مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم دائما تكونوا كتشاهدوا فيديوهاتنا وانتم بخير وعلى خير وفي صحه جيده. فيديو اليوم خاص بالناس اللي كيتواصلوا معنا وكيطلبوا منا نجيبوا لهم المنازل المستقله والمنازل التجاريه. وفقنا الله سبحانه وتعالى، جبنا لكم هذا المنزل هذا الرائع والمتميز، لا من حيث المساحه لا من حيث الموقع، وكذلك الثمن ان شاء الله اللي غادي يكون في المتناول. قاموا معنا اخوتنا احبابنا، جميع التفاصيل غتشاهدوها جميله ان شاء الله على هذا العقار هذا، وبطبيعه الحال الثمن غادي يكون في المتناول والموقع راه استراتيجي. هذا هو العقار ديالنا خوتنا احبابنا اللي كيتواجد في مدينه تماره، حي سكيكينه، الحي اللي راقي وحي اللي ما شاء الله اللي رائع ومتميز وعنده مستقبل اللي ظاهر طبيعة الحال. هذا هو الطابق الارضي، ان شاء الله غنشارك معكم جميع التفاصيل اللي يمكن لكم انكم تسالوا لها. هذا كيف ما قلنا خوتنا احبابنا هو الطابق الارضي، كيف ما كتشاهدوا معنا راه جا بجوج ديال الكراجات وكارسونيير. هذا هو الكراج الاول كيف ما كتشاهدوا معنا. كيف ما قلنا المنزل راه جا في مدينه تماره، حي سكيكينه. R+2، المساحة ديال الأرض 100 متر، مبنية على 3 ديال المستويات، كيف ما قلنا هذا هو الكراج الأول، العلو راه عنده مزيان، الواجهة ديال هذا العقار راها جنوبية، يعني راه عندنا الشميشة صباح مساء، الموقع راه استراتيجي خوتنا أحبابنا، وهذا هو الكراج الثاني كيف ما كتشاهدوا معنا. والامتياز اللي عندنا راه جميع المحلات كل محل تجاري عنده المكانه ديالو ديال الضوء خاصه به، وكذلك حتى الشقق عندهم المكانه ديالهم ديال الضوء خاصه بهم. غادي ان شاء الله التفاصيل كلها غادي نشاركوها معكم. المهم هذا هو الطابق الارضي، عندنا جوج ديال الكراجات وعندنا واحد كارسونير هنا غادي نشاركوا معكم. هذا هو المدخل الرئيسي ديال هذا المنزل هذا التجاري المتميز والرائع اللي كيف ما قلنا كيتواجد في مدينه تماره، حي سكيكين، الحي اللي راقي والحي اللي الاثمنه ديال العقار مرتفعه، ولكن هذا العقار ان شاء الله غادي يكون الثمن ديالو في المتناول خوتنا احبابنا المشاهدين والمشاهدات. غادي ندخلوا ان شاء الله نشوفوا معكم هذا الكارسونير هذه، وعاد نطلعوا نشوفوا التفاصيل الاخرى. النوعيه ديال الخشب راها من النوعيه الجيده، الارضيه راه كلها بزلج بطبيعه الحال من النوعيه الرفيعه. عندنا في هذا الكارسونير عندنا كويزين، عندنا حمام، وعندنا هذا الشومبر هذا، وكذلك عندنا لاكور. كل شقه راها مستقله بذاتها، عند الحمام ديالها، عند الكويزين ديالها، وعندها المكانه ديال الضوء خاصه بها. حتى الناس اللي مهتمين بالمجال ديال الاستثمار في العقار، مثلا كاين الناس اللي كيبغيو يشريو عقار معين وكيبغيو يكريو، هذه راها فرصه ما شاء الله، فرصه زويونه، وراه الديور راهم مفصلين كل شقه، يمكن لك مثلا تستغلها وتكريها بوحدها. هذا هو لاكور ديالنا كيف ما كتشاهدوا معنا، المساحه ديالو كبيره. وراه عندنا جوج الكراجات، وعندنا هاد الكارسونير هذه في الطابق الارضي، وكذلك عندنا جوج ديال الشقق غادي نشاركهم معكم، حتى هما راهم ممتازين وجيدين كيف ما كتشاهدوا معنا. هذه الكارسونير ديالنا، منزل ممتاز ورائع، والثمن ان شاء الله راه غادي يكون في المتناول. شوفوا خوتنا احبابنا الطواله ديالنا عزكم الله، هذا المطبخ مساحه ديالو كبيره، والواجهه جنوبيه، الواجهه اتجاه ديال الدار البيضاء، يعني راه عندنا الشميشه صباح مساء، والحي ديال سكيكينه راه حي قريب الشارع الحسن الثاني وقريب المرافق بطبيعه الحال اللي يمكن الانسان يسال عليها ويحتاجها في الحياه اليوميه ديالو. هذه الكويزين ديال هذا الطابق هذا، شوفوا النوعيه ديال الخشب لي بواني كيف ما كتشاهدوا، الدروج راه كله طالع عندنا بالرخام، غارد كور بلينوكس. نطلعوا ان شاء الله للطابق الاول ونعاودوا نتلاقاو بكم بسم الله على بركه الله. هذا هو الطابق الاول خوتنا احبابنا ديال هذا العقار، ديال هذا المنزل المستقل، المنزل التجاري اللي يمكن لك انك تسكن فيه، وكذلك يمكن لك انك تستثمر فيه، لان كيف ما قلنا كل طابق خاص، كل طابق عنده المرافق ديالو الخاصه به. عندنا الكويزين ديالنا الخاصه بنا، وعندنا الحمام ديالنا الخاص بنا. هذه هي الكويزين ديال هذا الطابق هذا كيف ما كتشاهدوا معنا، جات مربعه، جات بهذه الكيفيه هذه. الدار جديده خوتنا راه عمرها ما تسكنات، حي سكيكينه مدينه تماره، الحي اللي راقي من بين ارقى الاحياء اللي كاينه في مدينه تماره، الحي اللي زوين والحي اللي ممتاز، والساكنه فيه راه محترمين، راه معروف هذا الحي هذا بانه من احسن الاحياء، وبطبيعه الحال راه قريب المرافق كامله، والناس اللي كيبغيو المنازل المستقلة هذه فرصة لكم، فرصة زويونة، فرصة مواتية أنك تسكن وفي نفس الوقت تستثمر. الدويرة نقية، الدويرة ممتازة وجديدة بطبيعة الحال، الريدوات إلكتريك فو بلافو بالقبص، عندنا البالكو بطبيعة الحال، في كل طابق عنده البالكو ديالو، وعندنا التهوية، وأهم حاجة عندنا الشميشة بطبيعة الحال.
شوفوا معايا النوعية ديال الخشب. كل إطاج في هذا المنزل هذا فيه شقة، وكل شقة فيها جوج ديال الغرف وصالون وحمام ومطبخ، وكل غرفة من الغرف راه عندها البلاكار ديالها. هانتوما كيف ما كتشاهدوا معنا، شوفوا معايا البلافو كيفاش مخدومين. دويرة نقية والحي زويون، حي ممتاز، حي اللي راقي صراحة. هذا البالكو ديالنا، الكارت كورب لينوكس، والريدوات راهم الكتريك، كل شومبر عنده البانو التلفازة ديالو. نشوفو الغرفة الثانية، الشميشة كيف ما كتشاهدوا معنا. بالنسبة للثمن ديال هذا العقار هذا اللي كيتواجد في مدينة تمارا، حي سكيكينة، راه الحي راه معروف بأنه من بين أرقى الأحياء اللي كاينة في مدينة تمارا، حي اللي زويون، حي اللي محترم، وحي اللي قرب المرافق كاملة اللي يمكن الإنسان يحتاجها في الحياة اليومية ديالو. ها هو الحمام كيف ما قلت لكم الخاص بهاد الشقة هذه، باش حتى الناس اللي كيبغيو يكريو. بالنسبة للسومة الكرائية هنا راه واصلة 4000، كاين بعض الشقق اللي واصلين حتى 5000 درهم في حي سكيكينة، اللي كيف ما قلت لكم راه حي زويون وحي اللي محترم. بالنسبة للثمن ديال هذا العقار هذا، هذا المنزل هذا التجاري اللي عندنا جوج الكراجات لتحت وعندنا جوج ديال الإيطاج زائد الطابق الأرضي، بالنسبة للثمن ديالو راه 210 مليون وقابل للتفاوض. شوفوا معايا الرخام كله، الدروج طالب رخام، غارد كور كيف ما قلت لكم بلينوكس، والسطح بطبيعة الحال خاص بكم. وهذه كاين الناس اللي ما كيبغيوش الشقق، الناس اللي كيبغيو المنازل المستقلة، هذه راها فرصة زوينة وفرصة مواتية. بالنسبة للثمن 210 راه ثمن اللي مناسب في هذا الموقع هذا، وبطبيعة الحال راه قابل للتفاوض. بغيتي تكري غير كراجات راه تكري بواحد الثمن اللي ممتاز، وتكري ابارتومون مثلا وتسكن وحدة أخرى، راه ما شاء الله مغرية وممتازة واستثمارية راها فيها ما يدار. كما كتشاهدوا معنا المطبخ هو هذا اللي كنا شفنا، حتى هذه بطبيعة الحال الحمام ديالها الخاص بها، حتى هذه فيها كل إيطاج فيه جوج ديال لي شومبر وصالون وجوج الحمامات ومطبخ. ها انتم اخواتنا احبابنا، شوفوا لي بلافو كيفاش مخدومين، النقا، دويره اللي زويونه، دويره اللي ممتازه. وكيف ما قلت لكم راه ما عمرها ما تسكنات هاد الدار هذه. اللي بغى هذا العقار ومهتم به وعجبو هذا المنتوج هذا، ما عليه الا يتواصل معنا عبر ارقام الهاتف المبينه في الشاشه، وحنا ان شاء الله نزودوه بجميع التفاصيل عليها، وبطبيعه الحال نجيبوه حتى المنتوج بطبيعه الحال يشوفوا، وديك الساعه اللي فيها الخير ديال الله سبحانه وتعالى. حتى هذا الطابق هذا عنده البالكو ديالو هو هذا على اليمين ديالنا، بسم الله. هذا هو الحي اللي كيتواجد فيه كيف ما كتشاهدوا، حي اللي نقيقي، حي اللي كالم، وحي اللي زويون. كنشارك معكم جميع التفاصيل كيف ما كتشاهدوا. حتى هاد الغرفه هذه راه عندها البلاكار ديالها، نفس الغرف ونفس الفينيتو ونفس الفصاله اللي كاينه في الطابق الاول راه هي كاينه في الطابق الثاني. غادي نحاول ان شاء الله نشارك معكم السطح باش ما يجيكم شيء الفيديو طويل. دويره راه نقيه خوتنا احبابنا، نقيه وزويونه وممتازه. راه هنا الشقق راه هنا راه كاين فايته 10000 درهم للمترو غير بالشقق. هنا راه عندنا ثلاثه ديال الشقق، وعاد عندنا الكراجات، عندنا الكارسونيير، وعندنا جوج ديال الشقق، وعاد عندنا جوج ديال الكراجات، وعاد السطح بوحدك. السطح ديالنا هو هذا اللي غادي نشاركوه معكم، خاص بك كيف ما كتشاهدوا معنا. هذا هو المنتوج ديال اليوم خوتنا احبابنا، باش ما نطولش عليكم بزاف. المساحه ديالو ديال الارض راها 100 متر، مبنيه على ثلاثه ديال المستويات. عندنا جوج ديال الكراجات لتحت، وعندنا كارسونيير، عندنا جوج ديال ليطاج، عندنا كل ايطاج خاص، يعني عنده كل شقه فيها يعني المرافق ديالها، عندها الحمام ديالها، عندها الكويزين ديالها. يعني كنقول هذا الشيء كاين بعض الناس كيبغيو مثلا يسكنوا ويكريو وما كيلقاوش كيفاش يديروا، هذه الشقه هذه راه بامكانك انك تسكن فيها وبطبيعه الحال تكريها.
هاد الدار هادي يمكن لك انك تسكن في شقه وتسكن في شقق اخرى. هذا هو المنتوج ديال اليوم اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ينال اعجابكم والرضا ديالكم. خوتنا وحبابنا ما بقى لي ان نودعكم، ربي يحفظكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.